شو حكيتي لهم بالمجلة؟ شو الهايلايتس؟ حنشوف حنسمع هيك قصص بيهايند ذا سينز من الشهرة أو الحياة. في أشياء أكيد اللي متابعني بيعرفها، بيعرف أنا شو بحب، بيعرف أنا شو بفكر. في أشياء شوي جديدة عن السوشيال ميديا وعن أنا كيف بفكر بكيف بشوف الفن لبعدين بالمستقبل. في كتير أشياء حلوة، انطرونا رح تسمعوا شي كتير حلو. والحماس الأكبر اللي الجمهور متشوق يسمعه الفترة الجاي هو أغانيها اللي صار لها فترة بتحضر لهم. Lately عندك ميوزيك لسه ما طلعت، عم بتحمسين عليها. بدك تحكي لنا شو دايل من الألبوم ما نزلتي لنا اياه والناس اللي بيحبوكي كمان بيستنوهم؟ مزبوط، ألبوم مليت اللبناني والمصري اللي نزل منه 7 أغاني. بعد في أغنية واحدة ما نزلت، الأغنية الثامنة تقصدت ما نزلها شوي، تأخرت فيها لصورها فيديو كليب وإن شاء الله يعني صورتها، إن شاء الله على العيد بتصور. الأغنية اللبنانية كلمات وألحان طارق أبو جودة وتوزيع عباس الصباح، والكليب صورته مع سليمي، رح يكون شيء كتير جديد ومهضوم إن شاء الله.